مساء الخير المواطن العراقي، رغم البؤس والمصايب والأزمات والحروب، شو وقت ما تسأله شلونك يقول لك زين، مو لأنه هو زين وإنما كلمة تعود عليها ويقولها حتى ينهي بها هذا السؤال اللي ما يحتاج ينسأل أساسا، لأنه نادرا ما تلقى عراقي زين. نفس الحالة تنطبق على الجماعة بالإطار التنسيقي، شو وقت ما تسألهم شلونها مباحثات تشكيل حكومة يجاوبوك كلش زينة، لكن بالواقع صوت العركة واصل السابع جار وكل واحد يقول يا روحي أو يا مناصبي. بعدنا اسم الله بالطبق وما داخلين بالعمق بخصوص تشكيل الحكومة، بدت المشاكل على منصب النائب الأول لرئيس البرلمان، منو يشغل مكان السيد الزامل اللي استقال ضمن الكتلة الصدرية؟ كل كتلة تقول هذا المنصب من حقي، دولة القانون يعتبر نفس الكتلة الأكبر داخل الإطار، لكن الفتح يقول أنا إجتني مقاعد إضافية بعد استقالة الصدرين وصار مجموع نوابي 31 نائب، لذلك أستحق هذا المنصب. وحكاية تجيب وحكاية تودي، وبعدنا بأول اختبار ما قدرنا نتجاوزه بسهولة. المهم اليوم عقد الإطار التنسيقي اجتماع الدوري في منزل السيد العامري، والغريب من تسأل أعضاء داخل الإطار شنو مخرجات الاجتماع وش راح يناقش يقول لك هو اجتماع دوري. لا تشكوا مجتمعين إذا ما راح تناقشون شيء مهم، وليش هذا التكتم؟ مو المفروض بعد تصدركم للمشهد تعلنون وبشكل واضح وين وصلتوا بالحوارات مع الكتل الأخرى؟ على الأقل تطمئنون المواطنين لو تمنعون نوابكم من الظهور الإعلامي. وباعتبار الجماعة ركنة والنواب المستقلين على صفحة لأنه بعد ما يحتاجوهم، أكو حديث عن حركة جديدة قد نسمع عنها بالأيام القادمة. النائب المستقل علي الساعدي كتب على تويتر أن هناك دراسة لعدد من النواب المستقلين لغرض تقديم استقالاتهم بسبب ما طرأ من أحداث سياسية متسارعة ولرغبة الكتل السياسية بإنتاج حكومة توافقية بمشاركة الجميع وتهميشا لدور المعارضة، وهذا سينتج حكومة تشبه سابقاتها. ومن ندقق زين بهذه الخطوة اللي حتى لو صارت ما أعتقد راح يشارك بها كل المستقلين، الواضح أنه أكو مطلب بمنع منصب النائب الأول لرئيس البرلمان إلى القوى المستقلة تحت عنوان تمكين المعارضة. لكن السؤال هنا، تتوقعون الإطار التنسيقي ممكن يتنازل عن المنصب؟ الله أعلم. وعلى طاري المستقلين، يوم أمس عدد من نواب امتداد نشروا فيديوهات وقالوا تم منعنا من مقابلة وزير المالية للحديث عن مطالب ذوي المهن الطبية. خلينا نشوف جزء من هذا الفيديو ونرجع لكم. يلا شباب في عدزات خليته يحكي، خلي قبل هاي جماعه يسال قدام نواب الشعب، لا اسال قدام الشعب البسيطه، يعني احنا نادي شنو جاره على الشعب، لا احنا نواب حتى حياه النائب شنو، واحنا ممثلين نائب الشعب تحت باب الوزير ويدخلها، يلا خلي يفتح باب الوزير ما اعرف شنو هاي، خلي هو يطلع بنفسه يقول احنا ما نريد نقابل اي نائب، اي خلي قلنا الشباب برا كان طلب حضره الاستاذ الوزير، لا طلب نائب يقدم طلب مع الشعب، حياه النائب الشعب شنو بعد نشر هذا الفيديو كتب النائب ضياء الهندي على صفحته بأنه وزير المالية أرسل قادة أمنيين لطلب لقاء النواب بعد تهديده باستجوابه داخل البرلمان، وفعلا تم اللقاء بالوزير، لكن بيان وزارة المالية اليوم يؤكد العكس، الوزير ما كان بموقف ضعف، لأنه يذكر البيان أنه وزير المالية لم يعطي الأوامر بمنع دخول النواب المستقلين، وإنما هم اللي إجوا بالساعة الأخيرة من الدوام ودون تبليغ، وأن اللجوء إلى خيارات نشر المعلومات المغلوطة والزيارات للدوائر الرسمية يعد مخالفة صريحة للمادة 15 ثانياً من قانون مجلس النواب، والتي تنص على اتباع السياقات الأصولية عند إجراء المخاطبات لأغراض تشريعية ورقابية وعدم مراجعة الوزارات والدوائر والمؤسسات. تعرفون دائماً ننتقد إجراءات وزير المالية، لكن خلونا نكون منصفين، احترام المؤسسة التشريعية والرقابية يأتي من احترام النائب لمكانته وفهمه لحدود صلاحياته، وماكو أي نص قانوني يسمح للنائب مقابلة وزير معين بدون موعد مسبق. ثانيا الغريب بالموضوع، السادة النواب أدوا اليمين الدستورية قبل 4 أيام كبدلاء الكتلة الصدرية، أساسا البرلمان حاليا في عطلة تشريعية، شنو هالاستعجال؟ فعلا ينطبق عليهم المثل إجا العصر بناء على قصر. والسؤال المهم، شنو اللي حصلناه من هذه الخطوة؟ تمت تلبية طلبات المتظاهرين؟ السادة النواب يقولون انحلت مشكلتهم بعد إصدار كتاب من وزارة المالية، لذلك حتى صارت احتفالات داخل التظاهرات.
لكن من ندقق زين بالكتاب نلقى الوزارة فعلا طلبت من الصحة تزويدها بجدول تفصيلي بتوزيع الدرجات الوظيفية لخريجي الأعوام 2020-2021، لكن مو لغرض تعيينهم وإنما لإدراجهم ضمن موازنة 22، لأنه الوزارة ذاكرة ببداية كتابها أنه قانون الأمن الغذائي ما تضمن تخصيصات مالية لذوي المهن الطبية، ووزارة الصحة أكدت عدم توفر تخصيص مالي لتعيينهم، فليش نأمل أو نأمل الشباب وأساسا مشكلتهم ما انحلت؟ ثانيا، كتاب الوزارة وكأنما يريد يقول للسادة النواب المشكلة يمكم، ليش ما ضفتوهم قانون الأمن الغذائي؟ وإذا تقولون ما صار بس 4 أيام من باشرتوا بعملكم، أعتقد لازم تتظاهرون على زملائكم بالبرلمان لأنه هم اللي صوتوا على قانون الأمن الغذائي. وقبل ما أروح للحوار أكو سالفة أريد أسولفها. كنا على طريق العظيم وشفنا بسطية لشاب يبيع القهوة، نزلنا نشرب لأنه تعرفون راسنا صدع بسبب الطسات اللي ما قدرت تعالجها الحكومات المتعاقبة. وبعدها تحدث وياي هذا الشاب وبدأ يسألني، قال لي أنت ليث الجزائري؟ لي؟ قال أني أتابعك وعاشت إيدك لأنه خوش تقصفهم. قلت له هذا واجبي. قال إحنا عائلة تتكون من 7 شباب وأمنا عايشة، ولا واحد بينا متعين ولا عندنا أي راتب من الحكومة، عايشين على هذه البسطية، لكن الحمد لله والشكر كلش مرتاحين. أنا تخيلت راح يطلب شيء، يطلب واسطة تعيين، لكن فاجأني قال لي أطلب منك طلب واحد. قلت له تفضل. قال بس استمر احكي عليهم وتعريهم وتفضح سوالفهم، غير هذا ما نريد. وتخيلوا وين وصل الحال بشبابنا، بحيث غاسلين ايدهم منكم ما متأملين شيء، ينتظرون عثراتكم، والله يمهل ولا يهمل. بالمناسبة بعد كل هذا الحديث الرجل ما قبل ياخذ فلوس القهوة الا بالشافعات، لذلك رجع لي للسيارة وبيده بطل قهوة هدية، لأن من طبع هذه الناس الكرم رغم ظروفهم التعبانة. يا ريت من اللي يمرون على طريق سد العظيم باتجاه حمرين يشترون من هذا الشاب، واني اضمن لكم قهوته كلش طيبه مثل اخلاقه. فاصل وارجع لكم.